جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول ألف نون. أختنا تقول: أنا امرأة ملتزمة، هداني الله إلى الإيمان، وقد ارتكبت قبل ذلك بعض المحرمات وتبت إلى الله، وأنا الآن سعيدة بسعادة التقوى والإيمان، فهل يتقبل الله توبتي؟ أرجو أن تدلني إلى شيء يقربني من الله أكثر، فوالله إني أصوم الاثنين والخميس، وأصوم 3 أيام من كل شهر، وأصلي النوافل، وأتهجد آخر الليل، وأدعو ربي، فوجهوني إلى ما يقربني من ربي أكثر وأكثر، جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وحسن العمل، والذي نوصيك به الاستمرار على ما ذكرت من أداء الفرائض والإكثار من النوافل، فإن هذا علامة الخير وعلامة التوفيق، علامة القبول، وأبشري بالخير وأشكري الله عز وجل الذي من عليك بالتوبة وردك إلى الصواب، فحافظي على طاعة الله والتزمي بهذه التوبة، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالتوبة إذا توفرت شروطها فإنها تقبل، لأن الله وعد سبحانه وتعالى بقبولها، وهو لا يخلف وعده. فعليك بحسن الظن بالله عز وجل والعمل الصالح والاستمرار على التوبة، والله جل وعلا يتوب علينا وعليك. نعم.